التعليق على الموضوع ينضم الينا عبر الهاتف من انطاكيا الحقوقي السوري الاستاذ رضا صطيف. اهلا بكم استاذ رضا الى هذه الجوله الاخباريه. الامم المتحده حذرت من اكبر خسائر بشريه في القرن الحادي والعشرين في ادلب. يعني ما المتوقع من المجتمع الدولي لمنع هكذا مجزره في ادلب؟ مساء الخير سيدي الكريم، مساء الخير جميع الاخوه المشاهدين. مساء النور. بدايه تصريحات الامم المتحده لم تكن ترقى للمستوى الذي كنا نأمله منها، وقد سبق وأن صرحت بتصريحات عديدة من هذا القبيل، سواء منظمة الأمم المتحدة أو الدول مجلس الأمن، بداية من التصريحات الأمريكية التي أعلن فيها الرئيس ترامب بأنه لن يقف مكتوفي الأيدي في حال حدث هجوم كيميائي، وتلاه أيضا تصريح بريطانيا وفرنسا والعديد من الدول الأوروبية، وكأن الأمر يتعلق فقط بالسلاح الكيماوي، أو أنها إشارة من المجتمع الدولي بإمكانكم الهجوم أو بدء معركة إدلب لكن دون سلاح كيماوي. نعم. يعني هذا نعم. تفضل. هذا سلبي جدا. فالقتل لا يتوقف فقط على أسلحة كيميائية أو غيرها. إدلب اليوم هي خزان بشري فيها من جميع المحافظات السورية ما يقابل 5 ملايين نسمة جلهم من المدنيين. نعم أستاذ رضا، يعني الأمم المتحدة أكدت بأن أكثر من 30,000 نازح جديد دخلوا إدلب. ما الخيارات المتحممة من النازحين في حال شن النظام عملية عسكرية؟ النازحين من إدلب هم نزحوا من المناطق المحاذية لخطوط التماس تقريبا، والتي تعرضت للقصف في الأيام السابقة، نزحوا إلى مناطق الشمال هي مناطق برع الفرات والمناطق المحاذية لها غصن الزيتون وغيرها. لا يوجد أي تجهيزات لهذا الأمر، فقط تحذيرات. سنواجه موجة نزوح ستكون مجزرة كبيرة. نحن بدل من إطلاق التحذيرات أو هذا الهاجس الذي نبقى نتخوف منه، لماذا لا نتحرك ونمنع هذا الأمر أن يكون؟ هل هناك تجهيزات من قبل العناصر المسلحة أو العناصر التي خرجت من قبل من مناطق أخرى؟ هل جهزت نفسها للتصدي لهكذا عدوان قد يكون تجاه إدلب؟ هذا الأمر حتى لو كان هناك تجهيزات، نحن لسنا، وهذا الأمر أصبح واضحا للجميع بأن النظام وروسيا وثلثائهم من إيران وغيرها لم يتبعوا أسلوب المعركة الحقيقية، ولكن سيعملون على ضرب الحاضنة الشعبية، سيعملون على قصف المدنيين وقتل المدنيين لتكون هي وسيلة الضغط في المعركة. المعركة على الأرض ليسوا قادرين على حسمها، لكن سيكون الأمر من خلال قصف الصواريخ البعيدة المدى أو من خلال القصف الجوي الذي يعتمده بالنظام الروسي لسياسة الأرض المحروقة. نعم الأستاذ رضا صطيف الحقوقي السوري، كنت معنا عبر الهاتف من أنطاكيا تركيا، شكرا جزيلا لك.